ثاني دخول همزة القطع على همزة الوصل من لام التعريف، هي بتكون تعطولي بالكم عليها شوي. قلنا منذ قليل يا أخواني، ركز معي لتستفيد. قلنا منذ قليل إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، أليس كذلك؟ طيب من شوي دخلنا همزة القطع اللي هي الاستفهام على الأفعال، فحذفنا همزة الوصل، قلنا أفترى، أصطفى، استكبرت. طيب لكن لو دخلت همزة الاستفهام على الذكرين، الذكرين أول همزة وصل من لام التعريف، الذكرين، الذكر واحد، الذكرين اثنين. طب وبدي استفهم، ما هو الذكرين أول همزة مفتوحة وهمزة الاستفهام كمان همزة مفتوحة، فإذا بدي دخل همزة مفتوحة قطع على همزة مفتوحة وصل وأحذف همزة الوصل وأنطق كأن شيئا لم يكن، لأنه أنا دخلت همزة مفتوحة على همزة مفتوحة وحذفتها فتصبح الذكرين. وضح الإشكال؟ هذا بسموه إخواني العلماء بسموه التباس صيغتي الاستفهام بإيش؟ بالإخبار. يا ترى المتكلم الآن عم يستفهم ولا عم يخبر؟ التبست صيغة الاستفهام بصيغة مين؟ الإخبار. في هذا الموضع اليتيم الوحيد اللي هو دخول همزة قطع وهي الاستفهام على همزة وصل وهي همزة لام التعريف، خالف العرب القاعدة الأصلية التي تقول إيه؟ إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فلم يسقطوها، لكن كمان ما خلوها هكذا واضحة. ما قالوا شو قالوا؟ أيوة، الهمزة الثانية بعض القبائل كانوا يبدلونها ألفا فيقولون قال له إني سائلك فمشدد عليك المسألة، ما هي؟ فلا تجد في نفسك علي ثم أقسم عليه يمينا وقال الله أرسلك، شايفين؟ لأنه هون دخل همزة مفتوحة على مين؟ على همزة مفتوحة، فأبدل من الثانية ألفا، شو قال؟ الله أرسلك. وضح إخواني؟ إذن من القبائل العربية من يبدل الهمزة الثانية إذا دخلت مفتوحة على مفتوحة يبدلها ألفا. طب لما بتبدلها ألفا حينشأ عندك مد لازم كلمي قد يكون مثقلا وقد يكون مخففا، لأنه في بعض منها لام مشددة بلفظ الجلالة، بتقول مثلا أنت الله الذكرين، وقد يكون ساكن غير مشدد الآن، اللام ساكنة وليست مشددة، لكن شو نشأ عندي؟ مد إيه؟ لازم كلمي مثقل أو مخفف. بعض القبائل العربية الأخرى بدل ما كان يبدلوها ألفا كانوا يسهلونها فيقولون الله أرسلك، الذكرين حرم، الآن وقد عصيت. وضح إخواني؟ الله خير أما يشركون، وهذا مروي وهذا مروي وهذا صحيح وهذا صحيح عن القراء العشرة، فكل القراء العشرة في هذه الكلمات الثلاث الذكرين الله الآن، وكل من هذه الثلاث تكررت في القرآن العظيم مرتين فصار المجموع ست كلمات، هذه الستة رواها القراء كلهم بلا استثناء إما بالإبدال أو بإيه؟ أو بالتسهيل. عرفنا ليش العرب في هذا الموضع خالفوا القاعدة الأصلية التي تقول إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام حتى لا تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار، لكن ما خلوها همزة صريحة، بعضهم أبدلها ألفا وبعضهم سهلها، سنتدرب عليها بمعيتكم. نعم، قولوا ورائي لو سمحتم. الذكرين حرم، بين شدة الذال
الذكرين حرم الذكرين حرم الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون شو الثالثة؟ الآن وقد الآن وقد هذا هو دخول همزة الوصل على دخول همزة الاستفهام على همزة وصل في لام التعريف. هذه الذكرين وهذه الآن وهذه إيه؟ الله. دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء هذا ما جاء في القرآن الكريم، لكن ليكمل البحث. عرفت شلون؟ يعني لو مثلا بدك تسأل واحد مثلا أبنا واحدا عندك، شو بتقول له؟ أبنا. هون دخلت إيش؟ همزة مفتوحة على همزة مكسورة لأنه أصلها أبنا، فبتحذف المكسورة شو بيصير؟ أبنا، مثل أفترى صارت. طب هنا أسما شو أصلها؟ أئسما. دخول همزة القطع على همزة الوصل هذا ملخص في الأسماء والأفعال، تسقط همزة الوصل خطا ولفظا كما تقدم. أما في لام التعريف فتبقى همزة الوصل مع تغييرها. تغييرها بإيه؟ يا بالإبدال يا بالتسهيل. هذا هو المبحث. صعب؟ طيب كم باقي للعشاء؟ طيب ناخذ نصف دقيقة في أماكننا.